تحت رعاية الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد إرحمة، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في بيت التجار بالتعاون مع هيئة التقيس الخليجية ومنظمة اليونيدو ورشة عمل لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية. وصرح إرحمة أن الهدف الأساسي من تنظيم الورشة يتمثل في طرح مشروع الدراسة الاستقصائية التي تقوم بها هيئة التقيس الخليجية للتعرف على أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية. وقد أكد إرحمة الأولوية التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني لما يلعبه من دور استراتيجي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. احنا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتحديدا إدارة المواصفات والمقاييس بحكم ان احنا اعضاء في هيئة التقييس الخليجية نعمل بشكل وثيق مع الهيئة ان نروج إلى المواصفات القياسية وايضا اللوائح الفنية الخليجية. ففي إطار هذا اليوم اللي هو الورشة اليوم جالسين ان احنا يعني نبحث عن العوائق اللي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انها ليش هي ما تستفيد من هذه المواصفات القياسية اللي لما تطبقها راح تتسع يعني قوة قدرتها التنافسية، قدرتها الشرائية، قدرتها في التصنيع. المنافسة اصبحت شيء شرس وحاد اليوم، فالهدف من ورشة العمل دي والبرنامج المستهدف من بعد الورشة هو ايه؟ هو الدعم الفني المطلوب تقديمه للاعمال الصغيره في البحرين للمنافسه. هيبقى في مرحله ثانيه عمليه تدريب لاعداد اكبر، هيبقى في مشروع رائد يعني بايلوت بروجكت، مشروع تجريبي، هيبقى في عدد من الشركات الصغيره والمتوسطه في البحرين او في الكويت او السعوديه في مشروع بايلوت بروجكت لمده سنه، هيقدم لهم الدعم والمساعدة والتدريب والتوجيه والإشراف. شارك وفد من وزارة المالية في أعمال الاجتماع السنوي الثالث للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي عقد في الهند خلال اليومين الماضيين، وتعتبر هذه المشاركة الثانية لمملكة البحرين في اجتماعات البنك. وعقد الاجتماع أو عقد الاجتماع تحت شعار تعبئة التمويل من أجل البنية التحتية، الابتكار والعمل المشترك. وتم خلاله بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي يمولها البنك في دول القارة الأسيوية، كما تم بحث الأولويات الأساسية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة وأهم المجالات التي تمثل فرصا واعدة لدعم النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة الاستثمارية المشتركة في الدول الأعضاء. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل نشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1310 نقاط، وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وأيضا قطاع التأمين. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 2,320,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 799,000 دينار تم تنفيذها من خلال 86 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 61% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة لهذا اليوم.
أما بالنسبة لأداء البورصات الخليجية فنتابع إغلاقات متباينة بمستويات متقاربة مع تأثر أداء الأسواق بتراجع أسعار النفط اليوم بعد أن قفزت يوم الأربعاء متأثرة بالهبوط الحاد في مخزونات الخام الأمريكي. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي شهدت تراجع بشكل هامشي بنسبة 0.04% مغلقا عند مستوى 8300 نقطة. أما بالنسبة إلى بورصة الكويت مشاهدينا فقد أغلقت على تراجع أيضا بنسبة تزيد عن 14 النقطة المئوية مغلقا عند مستوى 4904 نقاط. فيما أغلقت الأسواق الإماراتية اليوم بارتفاع بنسبة 0.34% بالنسبة لسوق أبوظبي وسوق دبي بنسبة 0.22%. فيما أغلق سوق مسقط الأوراق المالية بتراجع بنسبة تزيد عن 10 النقطة المئوية. في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت عن موافقتها على الطلب المقدم من شركة الاستثمارات الوطنية والبنك الأهلي المتحد بالبحرين بإلغاء تسجيلهما كمزود خدمة التداول الإلكتروني. وأوضحت البورصة في بيان أن إلغاء تسجيل استثمار والأهلي المتحد كمزود للخدمة سوف يتم اعتباره من الأول من شهر يوليو القادم. هذا وأنهى سهم استثمارات جلسة اليوم بالبورصة مرتفعا بنسبة 0.11%، فيما تراجع سهم الأهلي المتحد المدرج ببورصتي الكويت والبحرين بنسبة 1.62%. وفي السعودية ارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كسابع تضخم إيجابي على التوالي. ووفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية فإن معدل التضخم في مايو هو أدنى مستوى خلال العام الجاري حيث سجل 3% في يناير ووصل ل 2.5% خلال شهر أبريل. وجاء ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع قسم الأغذية بنسبة 5.3% والنقل بنسبة 10% نظرا لثقل أوزانهما في مؤشر التضخم السعودي. ويأتي ارتفاع التضخم نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية بدءا من يوليو 2017 وأيضا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع العام الجاري. حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيا والثالث عالميا من حيث تحقيق أعلى معدلات نمو الاستثمار. وأظهرت دراسة أجرتها شركة أمريكان إكسبرس العالمية عن توجهات الأعمال والإنفاق العالمية لعام 2018 أن الصين تصدرت قائمة البلدان التي حققت أعلى معدلات نمو بالاستثمارات في العالم بنسبة 90%، تلتها اليابان والإمارات والسعودية ثم روسيا. وأشارت الدراسة إلى الثقة الكبيرة للمسؤولين الماليين والتنفيذيين الكبار في الشرق الأوسط في فرص النمو الاقتصادي لعام 2018. واعتبرت الدراسة أن هذا المناخ الإيجابي يشير إلى جاهزية الشركات للنمو حيث يخطط ما يقرب من 3/4 المسؤولين الماليين في المنطقة لزيادة مستويات الإنفاق والاستثمار بنسبة 6% أو أكثر. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف 2018 في الصين بعرض آخر ابتكارات الشركات العالمية. كشفت الشركة المصرية لصناعة السيليكون سيكو مصر عن أول جهاز لوحي مصري تابلت محلي الصنع من نوع سيكو إكسبرس 3 وذلك بنسبة تصنيع محلية بلغت 45%. وقال المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو مصر أنه تم البدء بتصنيع نحو 10,000 جهاز لوحي على أن يتم إطلاقه رسميا في الأسواق في غضون أسبوعين بسعر يصل إلى نحو 1149 جنيها مصريا. هذا وتدعم الحكومة المصرية استراتيجية صناعة الإلكترونيات وتوطين المنتج المحلي حيث تسلم أول نسخة من الهاتف المصري في مطلع ديسمبر الماضي وحقق الهاتف نجاحا في السوق المصري.
نقدم للعميل بتاعنا المنتج اللي ذو التكنولوجيا الحديثة والجودة المناسبة والسعر اللي بيناسب اقتصادياته، وهي ديت يمكن الكيز اللي احنا بنشتغل بيها لان احنا ناخد جزء كبير من السوق المصري والعربي والافريقي. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قوة الدولار الأمريكي ستزيد من مخاطر الائتمان في الأسواق الناشئة. وأضافت الوكالة في تقرير لها أن قوة أداء العملة الأمريكية منذ منتصف إبريل أدت إلى انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي في عدد من الأسواق الناشئة، ما يزيد من مخاطر الائتمان للدول التي هي بحاجة إلى تمويلات خارجية كبيرة. وضم التقرير عدد من الدول الأكثر ضعفا في مواجهة قوة الدولار مثل الأرجنتين، غانا، منغوليا، باكستان، سريلانكا وتركيا وزامبيا. وأشار التقرير إلى أن دول تشيلي، كولومبيا، إندونيسيا وماليزيا تعتبر أيضا معرضة للخطر جراء صعود الدولار الأمريكي، لكن الحواجز المالية والصناعية تقلص من المخاطر على الأجل القصير. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير من الصين، افتتحت في شنغهاي فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف 2018 والذي يعتبر الأكبر من نوعه في جمهورية الصين. وجذب الحدث أكثر من 600 شركة عالمية ومؤسسة عاملة في قطاع الهواتف لعرض أحدث منتجاتها والتقنيات والخدمات حول أمن البيانات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وغيرها. هذا وتعرض الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية أحدث هواتفها، فيما تقوم شركات الاتصالات بعرض أحدث التقنيات المتعلقة بشبكات الجيل الخامس وتسليط الضوء على مجالات أخرى.